تلك الخطوات المثقلة ترفض مفارقة هذه الأرض. لا يقف الجرح عائقا أمام هؤلاء المقاومين، ولا الدمار يستطيع بث شيء في داخلهم سوى الإصرار على المقاومة أكثر. في شوارع وأزقة مدينة تعز يعيش هؤلاء متنقلين بين جبهات القتال المختلفة، معرضين حياتهم للخطر مقابل الإبقاء على تعز خالية من ميليشيا الحوثي والمخلوع. اشتباكات بين المقاومة والميليشيا غرب المدينة وشرقها، خاصة في منطقتي الكمب وحسنات، بينما تقصف هذه الأخيرة مواقع للجيش والمقاومة في ثعبات. المجلس العسكري في تعز أعلن مقتل 11 من الميليشيا وإصابة 18 آخرين في مواجهات الساعة الماضية، بعد صدها لهجمات في محيط اللواء 35 مدرع وجبل هان والضباب ومديرية الصلو. معارك مستمرة إذن، وإن تفاوتت وتيرتها بين الحين والآخر لن تتوقف إلا بتحرير كامل المدينة من ميليشيا الحوثي والمخلوع.